هي عند مجتمع مدني. المشكل اللي وقع لنا هاد الحافلة معلومة اللي كان حدا سبيطة دوا لحدا البركة من كيف المحضر ديال هاد السيمنتو وقع راه ماشي هنايا وصل راه من بعد غادي يحضر بركة اللي يحضر وصل الاخر اللي في البشر غوت دوا لحدا الزراوي الاخر اللي في الزردان دوا شي مجتمع هاد المحضر ديال هذا القرار هذا هو قرار ما عنده حتى شي علاقه لاعتبار ديال مصلحه المواطن. هنا ما كيعرفوش وما كيحسش المواطن البسيط الوقت باش يضرب ديك المسافه من حدا البركه ديال الرمبه حتى بزاف راهم الناس من الزراوي حتى ديال العشيه او لا في السبعه ولا الثمانيه الليل هذيك الطريق ولا سيدي بوذابو هي مظلمه. هنا كيفاش فكروا هاد الناس تاخذوا قرار باذن ديال رئيس المجلس البلدي هو اللي عيط لهذيك اللجنه وخذوا هذا القرار هذا. هذا المشكل هذا يبقى تيكون في العلم ديال الاخوان والاخوات. قمنا درنا واحد المبادره يعني من الاواخر ديال رمضان تقريبا بدينا هذه المبادره كهيئات المجتمع المدني جمعيات عده شاركت في هذه المبادره هذه وهي واحد الحمله ديال التوقيعات. قمنا بالتوقيعات داخل المدينه ولصقنا مع جمعيات اقليميه وصلنا تقريبا 56 جمعيه. اجتمعنا البارح سيدي دحمان وغنجتمعوا غدا ثاني لان غادي ندير واحد اللقاء مع السيد العامل. اجتمعنا ودرنا واحد العريضه وقعوا فيها الجمعيات وعريضه وقعوا فيها اشخاص عاديين لان هذه القضيه كتضرنا كاملين كساكنه وكتضر الرواج الاقتصادي ديال المدينه لان شفنا التجار هما مستعدين وقعوا العرائض ومستعدين انهم يساعدوا لان هذه القضيه ماشي في المصلحه ديالهم مستعدين يساعدوا وقفه او مسيره او اكثر من ذلك واعتصام. الا انا من هذا المنبر هذا نعلن للجميع ان هاد الناس هاد المسؤولين يشوفوا شويه لا غيديروا شي حاجه يتفاهموا مع الجمعيات هما الاولين يتفاهموا مع المواطن بهذه العباره بهذه الدارجه يتفاهموا مع هيئات المجتمع المدني ماشي غير شي رئيس مجلس بلدي ويقول بلاتي نجيب الطوبيس ليه ويجي خوه ويقول لا بنتي سدي برجه الطوبيس حنا محتاجين ليه كانت هاد الشركه وغيرها انما سيقرب دعوة للهيئات دعوة للجمعيات دعوة للأشخاص أن نكونوا مستعدين للصعيد إلى ما سفر اجتماع السيد العامل إلى ما سفر على رجوع الحافلات أو إلى ما سفر على حل أفضل بديل اللي ناقشناه كجمعيات. إلا بغيتو تذكروا الجمعيات نذكروا بهم راه ما عندنا مشكل إنما الحل اللي كان البديل اما الاولاني هو الرجوع البديل هو انه يجي الطوبيس ويدور على الابواب من برا الى زعما يتعدى يدور على الابواب كل باب يبعث فيه السماي ويدور ويجيب دوره ومن بعد يرجع زعما هو راه يدور. هذه القضيه اللي كتعطينا ان المواطن اللي جايين من برا غادي يقربوا الطوبيس لاي باب بغا اي بلاصه بغا حتى اللي داخل وبغى يمشي لشي بلاصه راه غيخرج الباب اللي قريب ليه وغيتلقى الطوبيس ديالو. حاجه وحده اخرى كنتذكروها كجمعيات وعمرنا ما حسينا بالحضره كجمعيات كنتكلم هذا كجمعاوي عمرنا ما حسينا بالحضره ولا حتى المخزن ديال الربعينات والستينات انهم يمكن يجي لهذه الخدمه هذه. مشينا اجتمعنا تبعنا طلب رئيس البلدي لاستغلال القاعه ديال الخزانه البلديه جات 13 جمعيه من بينها جمعيه السلام ديال جنات الزاف جمعيه القيصريه ديال السوق الكبير جمعيه ديال الياسمين جمعيه ديال الشخص المعاق جمعيات كبيره في الساروتات جمعيات فعاله وشد عليهم الباب وقال للموظفين خرجهم قبل الوقت وقال لهم خرجوا راه شي فوار جايه راه غتهرس الكراسه. حنا ما كنضربوش ما كنهرسوش هذه رساله نوجهها لهذاك المخزني اللي قال على راس الكرسي ديال رئاسه مجلس بلدي اللي كنا كنحسبوه انه توري كنا كنحسبوه مناضل كنا كنحسبوه